يعني حنقول صالح سليمي لاعب الكرة ولا الإداري ولا رئيس النادي ولا الإنسان؟ ودي أهم حاجة بقى في المواضيع دي كلها. صالح سليم الإنسان اللي هو يعني للأسف الشديد أخلاقه غير متواجدة حاليا في مصر كلها، الأخلاق السامية الراقية، الراجل الدغري، الراجل اللي ما يحبش الدلع، وواحد واحد يساوي اثنين، عنده ما عندوش منطقة رمادية وما لا أبيض أسود، واخد بالك، حب غير محدود للنادي هو وعائلته طبعا كلها، ابتداء من الدكتور والده لإخواته طبعا محدش ينكر عبد الوهاب وطارق. فإنما هو يعني من الشخصيات التي يعني يصعب أن يجود الزمان بمثلها، وده والله والله ما هي فيها مبالغة ولا أي شيء. صالح سليم ظاهرة إدارية كروية إنسانية، قول ما يحلو لك. صالح كان قائد ومايسترو وفي كل صفات القيادة الحكيمة، جراءة والحكمة والصدق. صالح كان دائما يقول الصدق، كانش يعرف اللوعة ولا الكذب ولا يقول الصدق، وهو مستريح 24 قرات على أي حاجة، ما كانش يحب يفتح أي موضوع في إدارة النادي وهو قاعد عايز يتكلم في يدخل جوه، حد عايز يكلمه يدخل جوه في الأوضة، حد عايز يكلمه في الإدارة يعني ولا في حاجة تخص النادي في الأوضة جوه، لكن هنا قاعد عضو كان يخش النادي لو حد من الأمن ما عرفوش أو جديد يعني يقول له كارنيه كان يطلع له كارنيه. كان في ناس جاية لصالح، جاء كابتن صالح، فجم قعدوا معاه، فمدده الولا بتاع الأمن، الراجل ده جاي لنا، وراح مديله تيكت، حق التيكت عشان جاي، ده جاي لي ضيفي مش جاي للنادي يعني. فيعني حتى في المعاملات لما الواجبات يعني لما يكون ضيف وجاي له في مثلا شاي جاب له حاجه، فبيهتموا الناس بتوع الفي بيجيبوا صينيه معينه، بيجيبوا حاجه معينه. فصاحي عند صالح عند الراجل يقول لي الصينيه دي بتجيبها لاي ضيف هنا؟ بقول له عشان خاطر كم، يقول لا روح حتى وزي ما بتجيب لي الناس هات لنا اعتبرني واحد. فكان الراجل مثال متواضع، راجل دغري، لماح، من الناس المخلصة للنادي يعني، وكله بيتكلم عن عيلة سليم يقول لها عيلة ما تتعوضش صراحة يعني. الواحد يقع على الدنيا وجيه النادي ويسمع عن صالح يعني. أول مرة قعدت معاه كان نوبة مختار كان مصاب في مستشفى عين شمس، وكنا عنده مختار في المستشفى، وأول مرة أشوفه كابتن سهلات كابتن واحد داخل وكل أمله والراجل كده. أنا قلت إيه ده صالح سليم، مدى التواضع والهبة بتاعته، الراجل قاعد إيه ده؟ سلام، هو كان سلام يعني، وكان كل لعيبة موجودة، وكان فأنا بقيت يعني اللاجئ بقعد، لما بقيت أقعد مكان ما هو كان بيقعد هنا بسمع حاجات تقول الناس دي والله ما تتعوضش، ودول النادي الأهلي. عمرنا ما قعدنا معاه واتكلم في الكورة، وعمرنا إحنا ما حاولنا إن إحنا لما نقعد معاه نسأله في الكورة، بنتكلم في مواضيع عادية وحاجات شخصية وبنقعد نهزر وبنقعد نهرج، لكن ان انا اقول له مثلا فلان الفلاني بيلعب وده اللعيب ده ايه ومش اللعيب ده ايه، عمرنا ما اتكلمنا معاه في كده، وهو عمره ما فتح المواضيع دي خالص يعني. هو للاسف ان هو لما كان تعبان سافر لندن وقعد في لندن حوالي شهرين او ثلاثة، وهو عرف المرض بتاعه وهو في لندن، احنا عرفنا بعد كده، لكن عمره ما قال لنا ولا حكى لنا ولا عرفنا ان الكابتن صالح مريض او بيعاني من ايه او تعبان من ايه.